السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية من الأولى. بداية بالعالم، عبر أرجاء المملكة انطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى في نسخته السابعة، عملية وطنية كبرى هدفها رسم الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد سياسات طموحة للسنوات القادمة. الاستراتيجية الملكية السباقية لتدبير الموارد المائية تسعى إلى حل إشكالية ندرة المياه من خلال مشاريع مبتكرة وناجعة. الربط المائي بين الأحواض أسلوب مبتكر لضمان الأمن المائي بالمملكة. ميداليتان فضيتان وثلاث ميداليات برونزية حصيلة المشاركة المغربية إلى حدود اليوم في منافسات دورة باريس البارالمبية 2024. تتويج الأبطال المغاربة جاء في رياضتي ألعاب القوى والباراتيكوندو. انطلقت بمجموع جهات المملكة عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنة والتي تستمر حتى 30 من الشهر الحالي. ومنذ صباح الأحد عبأت الفرق المشرفة على عملية الإحصاء وشرعت في جولاتها بمختلف الأحياء، شرعت في تجميع المعلومات الأساسية من الأسر. نموذج من إقليم الناظور مع ياسر العمراني وسيم أم سعود وحسناء المساوي. المقر الإقليمي للإحصاء العام للسكان والسكنة بإقليم الناظور واجتماع الباحثين والمراقبين والمشرفين الجماعيين على عملية الإحصاء السابع للسكان والسكنة لأخذ آخر التعليمات والتوجيهات قبل المباشرة في عملية الإحصاء التي انطلقت بشكل رسمي. هذه العملية الوطنية الكبرى ستتيح التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع الساكنة. واليوم الانطلاقة الفعلية ديال العملية ديال الإحصاء، هذه العملية الفعلية، ولكن داز أننا في اليومين الماضيين كنا مشينا للتعرف على الميدان، التعرف على التغييرات اللي كتوقع في الميدان إلى آخره. وبعد اليوم إن شاء الله غادي نبدأ في العملية الفعلية ديال الإحصاء السكان والسكنة، ونتمنوا أنها تدوز في أحسن الظروف، ونتمنوا من العائلات ومن الأسر يستقبلونا ويجاوبونا على داك الشيء اللي كيتطلب المعلومات على الإحصاء. ومع نهاية الاجتماع انتشرت الفرق المكلفة بعملية الإحصاء عبر ربوع إقليم الناظور، حيث تم رصد وسائل لوجستية وبشرية مهمة لإنجاح عملية الإحصاء. وتضم الاستمارة الأولى للإحصاء أسئلة تتعلق بالبنية الديموغرافية، بينما تضم الاستمارة الثانية أسئلة تتعلق بمواضيع من قبيل الحماية الاجتماعية واستخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة. انطلقت العملية اليوم حيث انتشر حوالي بالإقليم الناظور حوالي 670 باحث، ويؤطرهم 198 مراقب تحت إشراف 16 مشرف جماعي. ولحد الآن أكدوا لنا جميع المشرفين الجماعيين بالإقليم أن الأمور تمر في جو عادي بتعاون مع السلطات المحلية، خصوصا أعوان السلطة الذين يمدهم بيد المساعدة في التعرف يعني على جميع الأماكن. وفي إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنة سيتم تجميع معطيات الإحصاء بالاعتماد على تطبيق معلوماتي تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء. ولإنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة طيلة شهر كامل، تم تعبئة 55 ألف من الموارد البشرية من باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيين. من طنطان نلقي الضوء على سير عملية الإحصاء في يومها الأول من خلال تقرير حافظ محضار وعبد الرحيم عشي. من بين 166 عنصرا بشريا جند لعملية الإحصاء بإقليم الطنطان، يحضر بالميدان 123 باحثا تتحدد مهامهم في التواصل المباشر مع المواطنين وطرح مجموعة من الأسئلة التي يجيب عليها المستجوبون، تعبأ في استمارات متضمنة في الحاسوب الذي يعد من معدات العمل الخاصة بباحث الإحصاء بالإضافة إلى لوازم عمل أخرى. المواطن كيف أنه يتعرف على
الأطر اللي مشاركة في الإحصاء سواء مشرفين أو مراقبين أو باحثين عندهم مجموعة من العلامات، منها اللي باتش عليها معلومات شخصية مطبوع عليها من مشرف إقليمي، كذلك اللي طابلت ومحفظة عليها اللوغو ديال الإحصاء للسكان والسكنة في سنة 2024، ولي كاسكيت كذلك، وأعوان السلطة في الخدمة كذلك معنا. وللإشارة هناك استمارات مطولة واستمارات قصيرة كطلع رمز جغرافي اللي هو عنوان المسكن والمستجوب، وكذلك المميزات رب الأسرة والمميزات الديموغرافية لأفراد الأسرة والاقتصادية والمستوى التعليمي وكذلك ظروف السكن. محددات الاشتغال الميداني كانت من مواضيع التكوين التي تلقاه المشاركون في عمليات الإحصاء من خلال دورات مسترسلة استبقت انطلاق هذه العملية الوطنية. ضوابط عمل ميداني تسهل من مهمة المشاركين في العملية. الإحصاء بدا ككل تكوين نظري عن بعد، متبوع بتكوينات ميدانية اللي دازت في جو ممتاز بالنسبة ما بين يوم 30 ويوم 31 البارح والبارح، تم التعرف على الميدان من طرف المشرف الجماعي ثم كذلك المراقبين ثم كذلك الباحثون، دازت كذلك في أجواء رائعة وأجواء ممتازة. واللي نبغي نضيف وأساسي بالنسبة للمواطن هو أن العملية غتبدا اليوم الأحد، وغادي يكون اتصال مباشر ما بين الباحثين والمواطنين، واللي خاص المواطنين يعرفوا بأن العملية عملية وطنية وبأن عندها علاقة بإعداد السياسات العامة للدولة. شروط وضوابط دقيقة تحدد مهام المشاركين في هذا الإحصاء الوطني، وهي بمثابة ضمانات لإنجاح هذا الإحصاء السابع من نوعه في تاريخ المملكة. هذه العملية الوطنية الكبرى ستتيح التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع الساكنة في الحواضر كما البوادي. نرصد انطلاق عملية الإحصاء بالعالم القروي من الجامعة الترابية عين اللوح بإقليم إفران مع وفاء اليعقوبي، أحمد الفاضلي ومحمد الناطق. الخريطة التي استندت على صور دقيقة للأقمار الاصطناعية تعتبر مرجعا أساسيا في تسهيل عملية التعرف على المناطق التي سيتم الاشتغال عليها ميدانيا. بعد التدقيق والتمحيص تنطلق عملية الإحصاء هنا بجامعة عين اللوح بزخم من الموارد البشرية من مراقبين ومشرفين وباحثين ولوجستيكية مهمة على رأسها الاستمارة بنوعيها. تم تعبئة وسائل مهمة فعلى مستوى الإقليم لإنجاح العملية ولإنجاز عملية الإحصاء بالإقليم. عندنا موارد بشرية تتقدر تقريبا 240 باحث مراقب ومشرف، وأيضا تم تعبئة وسائل لوجستيكية مهمة منها سيارات من جميع الأنواع نفعية ورباعية الدفع. عندنا تقريبا 243 لوحة على صعيد الإقليم لإنجاز هذه العملية اللي فيها المعلومات. الحمد لله كان كل شيء في المستوى. انطلاقة بدينا الصباح، كل شيء لقينا متوفر، لقينا الوسائل اللوجستيكية، لقينا كل شيء هو هذاك، السلطات المحلية، الناس كاملة سهلت علينا العملية ديال الإحصاء، حتى تواجدنا حدا المنازل ديال الأسر. بالنسبة للطريقة ديال التجاوب ديال الأسر كان كل شيء واضح، كل شيء هو هذاك، كل شيء على أحسن ما يرام. ساكنة الجماعة أبدت تعاونا كبيرا مع اللجان المكلفة بعملية الإحصاء، وكانت ترحب كبيرا بأعضائها، وهذا ينم على الثقة التي نسجت بين الجانبين. أنا فرحانة بعد الإحصاء بزاف وكنشكر هاد الناس هادو اللي مساهمين معنا في هاد العملية هادي، وكنتمنى المغاربة كاملين يديروا يد في يد باش إن شاء الله يكمل هالشي بخير وعلى خير. طيلة مدة عملية الإحصاء ستجمع الخصائص الديموغرافية على صعيد كافة جهات المملكة بالوسطين الحضري والقروي، ليتم بعد ذلك تقييم البيانات وصياغتها بشكل يعطي صورة واضحة على المغرب التي ستحدد الاحتياجات الأساسية للمغرب والمغاربة. على غرار عمالات وأقاليم المملكة انطلقت عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة في نسختها السابعة بإقليم سطات. هذه الآلية تكتسي أهمية بالغة لتشخيص الوضعية الديموغرافية واستشراف مختلف السياسات العمومية. بوشعب عمري. بعد المرحلة التكوينية والتعرف الميداني انطلقت عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة باعتماد منهجية جديدة كمستجد من خلال تسخير وسائل تكنولوجية لرقمنة جميع مراحل الإحصاء كما هو الشأن هنا بجامعة الحوزة بإقليم سطات.
وعلى المستوى الميداني يعني اقليم سطات يعني جميع الوسائل الادبيه يعني تم اتخاذها من وسائل البشريه والماديه واللوجستيكيه، حيث تم تجنيد تقريبا 961 باحث و205 مراقبين و18 مشرف جماعي، وانني اوضع على غدا اشارتهم 154 سياره منها 129 من العالم القروي. استقبال وحفاوة وترحاب واستجابة أبداها المستجوبون تجاه المشرفون والمراقبون والباحثون تنم عن مدى اهتمام المواطنين بأهمية الإحصاء في وضع تصور للسياسة العمومية واستراتيجية التنمية المستقبلية. هنا كاين جوج عوامل، العامل الرئيسي اللي هو العامل ديال الاستقبال ديال المغاربه، وهادشي اللي معروفين عنه عبر التاريخ، كاع الاسر كيستقبلوا الباحثين بتعاطف رحب وكيقوموا باستقبال ديالهم وكيعطوهم جميع كيجاوبوا لهم على جميع الاسئله. كما لاحظتوا حتى في هاد الحالات اللي شفناهم هاد الصباح فعليا مزيانه، المغرب راه غادي كيتقدم، وهذا الإحصاء راه مزيان باش يعرفوا اشنو هو الحاجيات اللي خاصينا واشنو حنا فين غاديين وكذا. مزيان مزيان هذا الإحصاء بالنسبه لهذا الوقت، مزيان مزيان الحمد لله. دابا راه قضيه كنشوفوا في النمو غادي ان شاء الله. الإحصاء العام للسكان والسكنة هو السابع من نوعه، يعد خارطة طريق نحو وضع أسس تنموية تهم مختلف السياسات العمومية. نفتح ملف تدبير الموارد المائية ببلادنا. الرؤية الملكية الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي تنشد تجاوز الخصائص في الموارد المائية وتوزيعا متكافئا للمياه وتأمين التزويد المستمر للساكنة بالماء الصالح للشرب. الربط بين الأحواض المائية من المشاريع التي تترجم توجيهات الملكية الرامية إلى تدبير الموارد المائية ومواجهة الإجهاد المائي. تقرير زكي بالقص. الربط المائي بين الأحواض مشروع طموح مكن في مرحلته الأولى من تحويل ما يناهز 400 مليون متر مكعب من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. ربط مائي يتطلب مراقبة مستمرة لجودة المياه. الوكالة تقوم بمراقبة هذا الوادي يوميا في عدة نقاط، وأيضا تقوم بجرد النقاط السوداء اللي كتعرف التلوث من أجل معالجتها، وهذا كله بسبب التحويل واحد المياه جيدة من الحوض سبو إلى حوض أبي رقراق من أجل تزويد مدينة الرباط والدار البيضاء بالماء الصالح للشرب. والأشغال جارية لإنجاز مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة لتزويد مدينة طنجة بالماء الشروب. المشروع سيمكن من نقل 100 مليون متر مكعب من المياه في السنة. مشروع المهيكل اللي كتبلغ التكلفة دياله الإجمالية 840 مليون ديال الدرهم كيهدف إلى نقل 100 مليون متر مكعب سنويا انطلاقا من سد واد المخازين نحو سد دار خروفة، وذلك قصد تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لقطب طنجة الكبير بعد معرفة السدود المزودة لهذه المنظومة المائية المهمة تراجع بسبب توالي سنوات الجفاف اللي كتعرفها المنطقة خصوصا والبلاد ديالنا عموما. مشاريع الربط المائي ستتيح التوزيع المتوازن للمياه والتخفيف من النقص الحاد في المخزون الوطني للماء، والمواطن معني أيضا بالحفاظ على الماء وتدبيره بشكل عقلاني. اليوم الدور على المواطن، على كل فرد، على يعني المهنيين خاصة في قطاع الصناعة والفلاحة، باش أننا نكون مسؤولين وواعين بالكمية ديال الماء اللي كنستهلكوها وكيستهلكها كل واحد فينا. كل واحد فينا خاصو يكون يقتصد في الماء اللي كيستهلكه سواء بصفة سنوية أو بصفة يومية. وإلى مشاريع الربط المائي تنضاف مشاريع بناء سدود كبرى وصغرى ستمكن من تعبئة المزيد من مياه الشرب والسقي. ومن أكادير نتعرف على تجربة استعمال المياه العادمة المعالجة واستخدامها في سقي حوالي 1050 هكتارا من المساحات الخضراء، تجربة نموذجية لتدبير ندرة المياه التي تعاني منها جهة سوس ماسة. حاجب تامك وفاء اليعقوبي وياسين معزي.
حفاظاً على الموارد المائية، أقدمت الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير على استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء كبديل فعال في مواجهة الإجهاد المائي الذي تعاني منه جهة سوس ماسة. وبشكل تدريجي ارتفعت المساحات الخضراء المسقية بهذه المياه لتصل إلى 1050 هكتاراً. تجسيد برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ميدان سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، وذلك حفاظا على الفرشة المائية التي أصبحت تتراجع وبشكل مهول. بادرة مهمة بالنسبة لسقي المجالات الخضراء، كتعطينا واحد اقتصاد الماء صالح للشرب، ومن طون كتنفع المجالات الخضراء اللي كتكون في المدن. عندها واحد الميزة انها كتحافظ على بعض المواد العضوية اللي هي نافعة لهذه النباتات وكتساهم في النمو ديالها. جزء من هذه المياه يتم إنتاجها على مستوى محطة أورير لمعالجة المياه العادمة التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 7600 متر مكعب، توجه لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف. إنجاز محطة المعالجة المزار لمعالجة ما قدره 30 ألف متر مكعب في اليوم. المساحات الخضراء المخصصة للسقي بمياه المعالجة بأكادير تصل إلى 1000 هكتار. مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ترشيد الموارد المائية وتثمين المياه المعالجة بالمحطتين المتواجدتين بجماعة أورير شمالا ومنطقة المزار جنوبا. رياضيا، تسجل دورة باريس البارالمبيات ألقى رياضيين مغاربة بعد مرور 5 أيام على المنافسات، والذين حصدوا حتى الآن 5 ميداليات في رياضتي ألعاب القوى الأشخاص في وضعية إعاقة والبارا تايكواندو، منها فضيتان وثلاث برونزيات. محمد بن تركة. بعد مرور 5 أيام على فعاليات نسخة باريس 2024 البارالمبية، رفع المغرب حصيلته من حيث عدد الميداليات إلى 5 فضيتان عبر البطل عبد الإله جاني في مسابقة دفع الجلة فئة فاء 53، والعداء فاطمة الزهراء الإدريسي مساء أمس في سباق 1500 متر لفئة فاء 13، وثلاث برونزيات عبر العداء أيمن الحداوي في مسابقة السرعة 100 متر لفئة تاء 47. كما حققت رياضة البارا تايكواندو ميداليتين نحاسيتين بواسطة البطل أيوب أدوش في وزن 63 كيلوغراما فئة كاف 44، والبطلة رجاء أقرماش في وزن أكثر من 65 كيلوغراما للفئة ذاتها. هذا ويمني الأبطال المغاربة المشاركون في الاستحقاق الأولمبي النفس من الصعود منصة التتويج في مختلف الأصناف الرياضية المبرمجة في نسخة باريس البارأولمبية 2024. في صفحة الفن، أزيل ستار على فعاليات الدورة 9 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، دورة شهدت تنافس 17 فيلما مغربيا وأجنبيا. مهرجان يهدف إلى تطوير وتحسين الولوج إلى الثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية خاصة السعيدية، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر. عروضنا شكلت فرصة لساكنة وزوار مدينة سعيدية اللؤلؤة الزرقاء للبحر الأبيض المتوسط، شكلت فرصة للتعرف على فنانين ومخرجين مغاربة وأجانب يشاركون في هذه الدورة، وضيوف من عالم الثقافة والفن والإعلام. ونتابع هذه التصريحات التي تهم فعاليات هذا المهرجان السينمائي. هذه الدورة هي دورة خاصة سواء على مستوى التكريم أو على مستوى الأفلام أو على مستوى الحضور أو على مستوى
الضيوف، فماذا عسي أن أقول؟ إن السينما حاضرة بقوة في مهرجان السعيدية، والسعيدية الجوهرة الزرقاء ترحب بالجميع. الحمد لله اليوم كان تتويج ديال الفيلم ديالنا جائزة لجنة التحكيم، وكذلك تنويه للدور الرجالي ليا، الدور ديال كريم اللي لعبته. كنبغي نشكر بزاف لجنة التحكيم اللي صراحة هاد الجائزة وهاد التنويه تحفيز باش انني نكمل في هادشي ديال السينما. انا فخور جدا بحضوري في هذا المهرجان الجميل، مهرجان السعيدية دورته التاسعة، وفخور اكثر لانني كرمت في هذا المهرجان، كرمت من أجل كتابة السيناريو. ونحن نعلم بأن السيناريو دائما ما يكون ظل للسينمائيين ولا تعطى له أدنى، يعني لا أقول قيمة ولكن مكانة يستحقها، ولكن هذا المهرجان كرم كاتب سيناريو، وأتمنى أن تقوم يعني مهرجانات أخرى بتكريم كتاب السيناريو حتى نشجع الشباب على الكتابة. الآن توقعات الجوية ضمن تقرير ليلى أغبال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. يتوقع بحول الله ارتفاع في درجات الحرارة، وذلك بسهول تادلة بالجنوب الشرقي وكذلك بشرق الأقاليم الجنوبية، هذا مع تكون سحب غير مستقرة ستعطي زخات مطرية عاصفية، وذلك بالسفوح الشرقية بالجنوب الشرقي وبمرتفعات الأطلس، وتكون كذلك سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بشرق الأقاليم الجنوبية بالسهول الأطلسية الشمالية وكذلك الوسطى بمنطقة السيس وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للبلاد. درجات الحرارة ستعادل 36 درجة بمدينة وجدة، 30 درجة بالحسيمة، 31 درجة ستسجل بمدينة طنجة، 27 درجة بالرباط وبالدار البيضاء، 26 درجة بمدينة أكادير، و 29 درجة بالقويرة. حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية وكذلك بالبوغاز هذا إلى قليل الهيجان بعلو سيصل إلى متر واحد. بالسواحل الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى مترين. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى بلاط الأخبار. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. عبر أرجاء المملكة انطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنة في نسخته السابعة، عملية وطنية كبرى هدفها رسم الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد سياسات طموحة للسنوات القادمة. الاستراتيجية البلدية السباقية لتدبير الموارد المائية تسعى إلى حل إشكالية ندرة المياه من خلال مشاريع مبتكرة وناجعة. الربط المائي بين الأحواض أسلوب مبتكر لضمان الأمن المائي بالمملكة. ميداليتان فضيتان وثلاث ميداليات برونزية حصيلة مشاركة المغربية إلى حدود اليوم في منافسات دورة باريس البارالمبية 2024. تتويج الأبطال المغاربة جاء في رياضتي ألعاب القوى والباراتايكواندو. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء بحول الله.